بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم المياه البيضاء في العين كاتاراكت. الوصف هو عبارة عن عتامة في بلورية العين أو غشاء المحيطة بها، وتوجد خلف الحدقة، والتي يتحول لونه إلى أبيض. الأعراض: المياه البيضاء في العين، تدهور في قوة الأبصار أو قوة البصر. الأسباب: أولا، من أسبابه مرض بول السكري. ثانيا، نقص فيتامينات. ثالثا، قد يكون سببه أمراض العين أو إصابة العين بحوادث أخرى. ما يجب عمله؟ أولا، علاج الأمراض العيون والأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة. ثانيا، عملية جراحية هي الطريقة الوحيدة للعلاج المياه البيضاء في العين. العلاج بالأعشاب: يتم مزج عصير البصل زائد عسل، ويقطر في العين مساء وصباحا. نعم. وأخيرا، كامران بابان 2022، وشكرا لكم.